مبادرات صحية رئاسية مختلفة بتنطلق لصحة المواطن المصري، مختلف الفئات المصرية، الأسرة المصرية بشكل عام، الأم المصرية، الأطفال في سن المدرسة والسيدة الحامل، والاهتمام بصحة الأم والجنين. السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة أهدافها أو أهداف المبادرة دي هي تعريف الأسرة بالخطوات السليمة في التعامل مع الطفل من أول يوم في الحمل ولحد ما يتم سنتين من عمره. الرحلة دي مدتها تقريبا 1000 يوم، عشان كده المبادرة اسمها 1000 يوم ذهبية. المبادرة دي بتتكلم عن الفترة الأهم في عمر الطفل وإزاي بيتم الاهتمام والرعاية من أول يوم في الحمل لحد ما بيتم سنتين. طبعا يعني كنا اتكلمنا عن هذه المبادرة فور إطلاقها بشكل رسمي اللي كان تقريبا من حوالي شهر، كان 22 أغسطس، ولكن نظرا لأهمية هذه المبادرة حبينا نخصص كل أسبوع فقرة كده هنتكلم عن تفاصيل أكتر في المبادرة دي، إزاي الأم المصرية تستفيد بيها، إزاي يعني ترتفع درجة الوعي عندها من أول يوم حمل لحد الولادة وبعدين مرحلة الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل لحد ما بيتم سنتين من عمره. تفاصيل كتير هنتكلم عنها النهاردة مع ضيفتنا الكريمة اللي مشرفانا في الاستوديو، الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية 1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية. صباح الخير يا دكتورة عبلة. أهلا بيكي. أهلا يا فندم. صباح الخير يا دكتورة. أهلا بحضرتك. ويمكن كنا بنتكلم في الفاصل ونضحك، بس هو فعلا على أرض الواقع للأسف كده، إن في أمهات كتير شايفة الألف يوم دول ما كانش لها دعوة أصلا، هو الجنين بياكل وبيشرب. صحيح. وبينام. صحيح. لكن كلمة التربية في الألف يوم دول ما كانتش موجودة أصلا. ده حقيقي. خلينا بقى نتكلم يعني إيه التربية الإيجابية في الألف يوم دول، يعني إيه تربية إيجابية للجنين أصلا. صحيح. طب خلينا نبتدي الأول ونقول إن التربية هتبتدي بشكل غير مباشر من قبل ما الكابل يفكروا، من أول ما يفكروا إنهم يختاروا بعض. كمان. أيوه، الدين والعلم الاتنين أثبتوا إن ده حق الطفل في إن الزوج والزوجة يختاروا بعضهم بشكل حقيقي ومربوط بقواعد علشان يبنوا أسرة سليمة ومستقرة، لأن ده حق الطفل، لأنه لما يفكروا يخلفوا طفل في مجتمع مستقر. وده هنسيبها لحلقة الواحدة اللي هي ما قبل الزواج. ماشي. طيب نبتدي بقى نقول الأم هتبتدي تحمل وهتربي بنتها أو ابنها إزاي وهو جوه الرحم. فترة الرحم دي اللي هي 9 شهور 270 يوم مسؤولين عن 30% 30% من قدرات الإنسان الجسمانية والإنفعالية والشخصية والذهنية. يا نهار ابيض. يعني انا بكون الشخصيه من اول يوم البيبي حملت فيه. ازاي بقى؟ لا ازاي بقى؟ احنا بنقول اول حاجه اول 3 شهور دول طبعا اللي هي قبل بس الروح دولت مجرد تكوين. بعد في بدايه الرابع يبتدي اول حاسه للطفل تتكون هي حاسه السمع. ربنا حتى في القران حط السمع قبل الابصار دايما. وهي دي فعلا اول حاسه بيبتدي الطفل يحس بيها. طيب الام المفروض الام والاب والاخوات المفروض يستغلوا الحاسه دي ازاي؟ المفروض الام تبتدي 5 ل7 مرات كل يوم تكلم ابنها وهو جوه بطنها. تكلمه ازاي؟ تكلمه في انها تعرفه وتسمي له الاشياء. يعني ده الطبق، اخوك، ده بابا، وهي حاطه ايدها على بطنها. لان اللمس بيعمل الاستقرار النفسي يعني للطفل. امهات كتير من الامهات بتعمل ده بالفطره. بالفطره. لكن والزوج بيفتكرها مجنونه يعني وبيسيبها تتصرف. لكن ازاي ده بيكون له تاثير فيما بعد على شخصيه الطفل. اولا احنا شخصيتنا بتتكون من ايه؟ من حصيله انفعاليه وحصيله مجتمعيه وحصيله لغويه ونمو ذهني. كل ده بيتكون اصلا جوه رحم الام. بيبتدي الام تبتدي تتعامل مع الكلام، فتبتدي تربط له هو وهو جوه الاشياء بالكلام. بيبتدي هو من 4 ل6 شهور بيسمع. السمع ده بيطمنه بصوت الام، صوت الام ده اول حاجه بيسمعها، وبتبقى هي دي مصدر الامان والاستقرار النفسي بتاعه. يبتدي يسمع صوت الاحشاء. يبتدي الصوت ده، لان صوت الاحشاء صوته مونوتونس كده، فيبتدي ده يرتبط معاه بالهدوء النفسي. حتى الام لما بتيجي ما يتولد بقى وعايزه تنيمه،
ده بيفكره بالصوت اللي كان بيسمعه جوه وهو جوه وبيستقر بيه نفسيا. نيجي من 6 لـ7 شهور يبتدي يختزن الكلمات ويبقى لها معاني. وعشان كده لقوا الأطفال اللي أمهاتهم كانت بتعمل معهم كده وهم عند سن 2 سنة قدراتهم الذهنية وحصلتهم اللغوية 3 أضعاف الأطفال اللي أمهم كانت هاملاهم وهم جوه الرحم. ده بيسبب ده بيبقى يمكن السبب في الفروق الفردية اللي بنشوفها فيما بعد في الأطفال. بس أنا عايز أسأل حضرتك عن نقطة قبل بقى سلوك الأم مع الطفل أو الجنين وهو لسه في الرحم. بعض الأمهات خاصة لو ده مش الحمل الأول ليها ممكن تبتدي تهمل المتابعة الصحية عند الطبيب على اعتبار إن هي كان عندها تجارب سابقة في الحمل فخلاص هي بقت عندها خبرة في الموضوع فما بتبقاش مهتمة إن هي تتابع الحمل باستمرار كل شهر ما دام الوضع ظاهريا مستقر. طبعا ده السلوك مش مقبول تماما. ليه؟ لان احنا مش مطمنين اصلا انها كانت المتابعه الاولانيه كانت ماكسيمم، يعني كانت بتعمل كل حاجه صح. فالمهم العلم بيتطور وكل يوم في حاجه جديده. تاني حاجه ان هي صحتها مش ثابته، يعني اللي هي كانت فيه في اول حمل ممكن يختلف تماما على وضعها في تاني حمل. وجنينها حتى العوامل البيئيه والعوامل الصحيه اللي هو متعرض ليها في اول حمل غير التاني، وبالتالي كل حمل ده شيء مستقل بنفسه، وحق الطفل في كل طفل في كل حمل له حق عليها انها تتابع. لكن احنا يمكن المتابعه كل الناس اتبنى عندهم الفكر انه المتابعه مهمه ووزاره الصحه شغاله على الناحيه الصحيه من زمان قوي ودكاتره وكده. لكن احنا الحقيقه عايزين الناس تعرف ان ولادنا علشان يبقوا فعلا اسوياء صحيا ونفسيا ولازم ويبعدوا عن الادمان ويبعدوا عن الارهاب لازم نربيهم من جوه البطن، لازم ما نحرمهمش من 30% اللي هم تكونوا جوه. والحقيقه الكلام موجه للام وللاب، لان الاب لو الزوجه مرتاحه نفسيا اثناء الحمل ده في حد ذاته بيؤدي الى استقرار ذهني للطفل. لانه انا لما ببقى زعلانه ايه اللي بيحصل؟ لما بزعل بتطلع في دمي مواد كيماويه كتيره جدا تعكر المزاج. المواد الكيماويه دي مش بتروح لي لوحدي، بتعدي عن طريق الدم للطفل، وبالتالي الطفل بيتوتر. يعني معنى كده يا دكتور ان الاحداث اللي بتمر بيها الام سواء اما كانت سواء كانت مثلا في خلافات مع الاب او ضغوطات نفسيه في الشغل او سواء اما كانت بتؤثر على الجنين بشده، مش بس تجاه ان هو نفسيا يبقى مضطرب، ده هو هيربط الشعور الاضطرابي ده بالشخص اللي سببه. هيعرف يعمل ده جدا جدا. هو بيحصل له ايه؟ ارتباط نفسي بالصوت والسلوك بتاع الام. الام دلوقتي انا جيت اتنرفزت فاتنرفزت، هو سمع، هو بيعرف بيسمع الضوضاء اللي بره كلها من 7 شهور. يعني الاول بيسمع صوت امه، بيسمع نبضات قلبها من 4 لـ6 شهور، من 7 بيبتدي يسمع الضوضاء اللي بره كمان. يعني لو هي في خناقه مع الاب والكلام هيجمع ما بين الاثنين، هيربط الصوت ده هو اللي عمل هذا الاضطراب النفسي. وبالتالي انا بربي علاقات الاسريه من جوه الرحم. وعشان كده دي نصيحه للازواج انه فعلا من فضلكم حتى لو كان في عندنا اي مشاكل فتره الحمل دي لها خصوصيه شديده، لان في جوه بني ادم له حقوق، مش بس الزوجه، في طفل بيتكون، في مخ بيتكون، في مشاعر بتتكون. طب قولي لي يا دكتور ازاي في بعض الاضطرابات زي مثلا التوحد او فرط الحركه اللي بيصيب الاطفال ازاي بيبقى سببه الالف يوم اللي هم بدايه عمر وتكوين الطفل؟ عشان نفس الحكايه، انا بربي سلوك الطفل بره وجوه. اللي جوه احنا مهتمين بيه في هذه الفقره، لكن بره مهم جدا. انا بخليه يتفرج على التلفزيون قد ايه، انا بكلمه قد ايه، بعمل له تواصل ما بينه وما بيني قد ايه، انا بتعامل معاه لما يغلط ازاي، انا بنبهه وبنزل لمستواه وافهمه ولا بسجره وبشتمه وبضربه. وبالتالي بربي الطفل العنيف، الطفل اللي رافض. طب معلش انا هسال نفس السؤال بتاع ايه بس في شكل تاني، هل ممكن اصلا ان الاصوات والحاجات دي كلها تبقى سبب ان الطفل يجي عنده مثلا فرط حركه او بعض الامراض اصلا؟ ولا دي سلوكياته جزء منها جوه؟ يعني انا لو ست متوتره على طول وزعلانه على طول وعندي مواد كيماويه ماليه دمي وهرمونات وكورتيزون الطفل جوه هو عصبي جدا، هو رافض، هو متضايق، هو اجريسيف. انا بربي ده
ببنيه من جوه، مش بس بسلوك، ده بمواد كيماويه بتاثر على اعصابه. طب هل نقص التغذيه طبعاً، او ان الام ما تلتزمش مثلا بالفيتامينات اللي الدكتور بيحكمها، ده بيأثر كمان على الاضطرابات دي مش بس على صحته يعني؟ جدا. وكل شهر في الحمل في حاجات معينه لازم تكون الام مهتمه بيها، مثلا حمض الفوليك لازم الام تاخده 6 شهور قبل ما تحمل. عشان كده بنقول من فضلكم يا مامات ويا بابات، ابعدوا الحمل سنه بعد الجواز، مفيش داعي للحمل في اول سنه من الجواز. هنستقر كاسره وهناخد المواد الكيماويه المطلوبه لابننا، اللي هو اهمهم حمض الفوليك 6 شهور والحديد 6 شهور. تعرف حضرتك ان اخر احصائيه لمصر اتعملت نسبه الحوامل اللي عندهم انيميا 47%؟ نص ستاتنا الحوامل واللي ما عنده واللي مش حوامل. الحقيقه ده احنا عندنا أيوة. الانيميا في حتى في الاطفال للاسف عندنا بالظبط، والانيميا في الاطفال 43 واقل من سنتين 60%. طب حضرتك ده انعكاسه ايه على حضرتك كنت بتقوليه على انه الطفل الهايبر اكتف او طفل مفرط الحركه؟ الانيميا بتخلي الطفل مزاجه وحش جدا، الانيميا بتخليه اجريسيف، الانيميا بتخلي نشاطه الذهني ضعيف. انا مخ الطفل بيتكون 75% منه جوه رحم الام، طب انا مش بديله الحديد اللي هو اهم حاجه له؟ وبالتالي انا بقول للام في اول 3 شهور ان مش هتقدري تاخدي حبوب حديد، بس هتعرفي تاكلي لحمه وكبده. طول عمرنا يا دكتور بنسمع انه حتى لو الام ما بتتغذاش كويس كده كده الطفل هياخد اللي هو محتاجه من الغذاء، يعني من جسم الام من عظمها بقى، حتى يقول لك الست سنانها بتضعف شعرها بيقع، انه كده كده الطفل هياخد. بيقول لك الطفل طفايلي بياخد اللي هو عايزه، بس لما يكون موجود. طب لو مش موجود، لو انا عندي انيميا حد ابني هيطلع عنده انيميا، نو واي، هجيب منين الحديد؟ هجيب منين؟ لكن لو هي ضعيف يعني انيميا بسيطه هو هياخد، بس هياخد انا عندي من الحمل عندها انيميا شديده جدا. الانيميا الشديده جدا تخليني عصبيه، تخلي مزاجي وحش، تخلي شهيتي وحشه، وبالتالي طفلي هيتاثر بده كله هو جوه الرحم. تمام؟ انا عايزه اقول بس عشان ضيق الوقت ان احنا مش سمع بس، اللمس انها تستجيب لانه ابني بيخبط جوه. الام تقول لك بتبتدي تستقبل الحركه على 5 شهور، 6 شهور بيخبط، لازم تحسس عليه لما يخبط، لازم تطمنه وتطبطب عليه. على 7 شهور يبتدي الطفل عينيه تفتح، اللي على 24 اسبوع بدايه الشهر السابع تبتدي العين تفتح جوه البطن. لما العين تفتح البيبي لازم يشوف نور وهو جوه، فلازم الام تتعود انها ترفع هدومها شويه في النهار علشان الضوء يدخل من جدار البطن ويأثر على مستقبلات الضوء في العينين، لان ده شيء مهم جدا ان الطفل يبتدي عينيه كمان نظره يبقى حلو وهو جوه. تبتدي تجيب اخوه اللي هو عمره 3 سنين ولا 4 سنين وتشاركه ان في طفل جوه وتخليه يسمع صوته، ده هيعمل حاجتين، هيخلي الطفل جوه يعرف ان في طفل بره، والطفل اللي بره مش هيبقى غيران من الطفل اللي جوه. لان احنا اهم حاجه بتتعبنا مع اطفالنا لما يجي طفل جديد ان يبقى فيه غيره ويبقى فيه رفض للطفل الجديد وممكن بيأذيه، لكن احنا كده بنربيهم على ان هما الاثنين موجودين، وتخليه يشتري له حاجاته ويخليه يكلم، تمهيد لاستقبال عادات الطفل. عادات الطفل بنربيها في اخر يعني من 7 ل9 شهور. الام لو نامت على سوره قران او ترانيم بصوت معين كل يوم بتخلي الطفل نومه منتظم لما يتولد. الحقيقه الموضوع شيق جدا جدا، كل الشكر طبعا الدكتوره عبله الالفي المشرف العام على المبادره الرئاسيه 1000 يوم الذهبيه لتنميه الاسر المصريه. شكرا يا فندم.